كابتن سيد، انت دايما ما بتنساش اللي وقف معاك او عمل اي حاجه معاك حتى لو صغيره. طبعا الفتره بقى بتاعت لعبك وانت خلاص انت تألقت ولعبت وبقيت سيد عبد الحفيظ، اكيد جات لك عروض كتيره من انديه مختلفه، ليه ما سبتش الاهلي وقتها لو كان في عرض احسن؟ بص، يعني انا واحده من لما جيت بقى وبدات اخش النادي ده، والمكان هنا في الجزيره تحديدا، يعني ما كانش في مدينه نصر ساعتها، كنت بتمرن في الملعب هنا. الاختبارات الاول كانت في ملعب صغير خالص كده، وبعدين الناشئين كلهم بيتمرنوا في ملعب رقم 2، وده الملعب الاساسي بتاع الدرجه الاولى وجزء من ال 20 سنه، وبنلعب عليه الماتشات الاساسيه في مراحل الناشئين، لكن الاختبارات كانت في الجزء اللي هناك ده، فاكره كويس جدا. يعني لما دخلت المكان وارتبطت بيه وبقى حياتك يعني اكتر من اسرتك وعيلتك، وبتقضي فيه وقتك كله ويومك كله وحياتك كلها، خلاص بقت يعني بقى عندك احلام بقى تحيط بالمكان ده، فالفكر اختلف، بقيت بتستنى اليوم اللي هتبقى بتطلع فيه على شاشه التلفزيون كلاعب كوره، الناس عارفاك بتلعب في النادي اللي انت بتحبه، بتعاصر وبتزامل ناس بتتمنى تتصور معاها وتقابلها وتقعد معاها، فبدات طموحك واهدافك تبدا تبقى موجوده وتراودك، لدرجه ان انت وانت ماشي مثلا ساعات، وانا كنت رايح المدرسه كنت بتقعد تتخيل اليوم اللي هيجي، والمذيع في التلفزيون يقول تشكيل النادي الاهلي فلان وفلان وفلان وفلان، يعني فبدات الافكار دي تراودك يعني، فبالتالي خلاص بقى يعني دماغك بدات تكبر شويه، بدا كمان يبقى عندك لما بتنزل البلد فالناس بتبدا تسالك، زي ما قلت لك ما كانش في التواصل اللي موجود ده، فالناس بتعرف تبدأ اخبارك. انت المصدر بقى، انت اللي ايوه بتحكي اللي بتعرف بيحصل اخبارك هناك منك، ايه. يعني بتعرف الاخبار والناس، وبتشوف فلان وبتقابل فلان وبتتفرج على الفريق الاول، وبتشوف فلان النجم الفلاني والنجم الفلاني والنجم الفلاني، فبدات انت كمان لما تروح وانت بتحكي فعايز في يوم من الايام يبقى الناس برضو بتتكلم عليك يعني. فاختلف دخولي للنادي الاهلي، غير فكري خالص، غير يعني وجهتي خالص، يعني استفدت من النادي الاهلي مش على المستوى الرياضي او ان انت بتلعب كره وبس، لا، يعني في حاجات ادبيه في السلوك، في التربيه، في التعامل مع الاخرين، مع حتى طريقه التعامل مع المنافس، عزه النفس والمكانه والتقدير للي اقدم منك، بغض النظر هو فين دلوقتي ولا اسمه ايه ولا مكانته ايه ولا بيعمل ايه، لكن ده واحد من الناس اللي هي لعبت هنا واقدم منك فله مكانته يعني.